انتهاكات كثيرة تحدث بالنسبة للمواطنين والحريات العامة والديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والقضايا المدنية وحرية الإعلام وحرية العمل النقابي وحرية العمل الطلابي. الكثير من المشاكل تحدث في العراق، لكن نعم على الصعيد المحلي عدد من يعني وسائل الإعلام، عدد محدود من وسائل الإعلام يتحدث عن هذه المشاكل. التركيز من قبل الإعلام الدولي حاليا على المشاكل بين الأحزاب السياسية وعلى التدخل الدولي في العراق وكذلك على الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي. بالمقابل هناك احتياجات أخرى للمواطنين العراقيين مفترض أن تصل إلى المواطنين في العالم الخارجي من أجل مساعدتهم في بناء دولة عصرية تقدمية تحترم الإنسان العراقي. ونجد أن الإعلام يعني الذي لديه تمويل كبير المدعوم من قبل الحكومات الغربية هو فقط المتواجد في العراق، وغالباً ما تكون هذه وسائل الإعلام لا تنزل إلى الشارع العراقي، تلتقي فقط في المسؤولين العراقيين، ووجهة النظر تصل إلى المواطن الخارجي خارج العراق تصل فقط عن طريق المسؤولين الذين يشتركون في إرهاب الشعب العراقي، يعني سرقة حقوق الشعب العراقي.